وزعنا 764 حصة، منها 24 سكن فقط اجتماعي في بلدية الدوسن، وحاجة مشرفة بالنسبة لنا. وننتظر إن شاء الله قبل نهاية السنة دخول حصة معتبرة للتوزيع تخص السكن الاجتماعي وتخص الإعانات قطع أرضية. إن شاء الله نسعى باش نحقق رغبات المستفيدين. تحية للجزائر وتحية للرجال وتحية بلادنا، ورانا فرحانين ياسر ياسر.